الف مبروك كابتن شريف، فوز مستحق للنادي الاهلي. الحقيقه ايوه، الف مبروك، الف مبروك جماهير النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وكل مؤسسه النادي الاهلي، وباذن الله المباراه اللي جايه بنفس الشكل اللي اللعيبه واخداها الحقيقه النهارده، واخديها على عاتقهم الروح والبريس والضغط وكل حاجه. والنهارده كمان في ايجابيات وفي سلبيات كتير في المباراه. ايجابياتها السيناريو اللي حصل يا ايمن، انك انت ممكن تكسب وبعدين تتعادل وبعدين تتاخر وبعدين ترجع تاني وبعدين تكسب، وهو ده حال الفرق الكبيره الحقيقه، اللي هي تقدر تعمل ريمونتادا في اي وقت، او تقدر تتقدم، او تقدر تقدم كوره. اعتقد ان هم الافضل في مصر، و الف مبروك الحقيقه، وخطوه كبيره جدا بنفس الشكل ده وبنفس الاداء ده احنا نقدر نحافظ على بطوله الدوري السنه دي. اللعيبه بقت الامور والزمام كله في ايديها خلاص، ان هم اللي وصلوا نفسهم لهذه المرتبه. حاجات كتير قوي في المباراه بتاعت النهارده، عايز اقول لك رغم الغيابات، يعني انت برضو بتحط لاعب زي خالد عبد الفتاح النهارده في مسؤوليه كبيره، بتحط طاهر محمد طاهر في مسؤوليه كبيره، بتحط لعيبه كلها النهارده بتدي المسؤوليه الكبيره كلها لحسين الشحات، اللي انا بعتقد ان هو من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده، واكيد النهارده اكيد هو هياخد احسن لاعب في المباراه. الضغوط اللي هي متلاحقه بين كل 48 ساعه ايمن، هتلاقي في لعيبه عندك توب فورم ولعيبه عايزه تلعب ولعيبه موجوده في الملعب ولعيبه وحشه الملعب، فبينزلوا ريفريش، يعني بيعملوا للملعب الشكل اللي انت بتتمناه كمدير فني، الضبط والايقاع، وانك انت بتلم كل الكور دلوقتي من نص ملعبك، اللي اللاعب كان موجود مضغوط عليه نفسيا ومضغوط عليه عصبيا ومضغوط عليه من كل الجهات، وبتلعب فرقه برضو فرقه محترمه، فرقه بيراميدز. انتهى الحال بالفوارق بالنسبه لي انا، الفارق الكبير في الامكانيات اللي موجوده، والفارق الكبير اللي اللعيبه متعوده عليه، اللي هو التعادل بالنسبه لهم خساره. يعني لعيبه النادي الاهلي دايما متعوده ان التعادل ممكن يبقى مروح حاط وشه في الارض، ازاي انا تعادلت او ازاي انا ما حققتش الفوز، لكن هو كرم من عند ربنا كبير جدا، الريمونتادا ديت والاصرار اللعيبه وجهود اللعيبه. وكنا بنتكلم انا وبلال وعادل وكلنا واسامه عن البدني، البدني اللي هيحصل في الشوط الثاني، وكنا متخوفين على حسين الشحات الحقيقه، ولكن في حاجه اسمها من جوه السبيريت، روح اللاعب نفسه صحيح، بتطغي على اي حاجه، بتطغي على اي حاجه ضدك، او بنسميه الشورتج، يعني يعني النواقص اللي هي بتبقى موجوده. انا النهارده ما اقدرش ادي غير 60% او 70 دقيقه يعني، انما الروح اللي هي بتخليني اقدر اكمل اخر دقيقه، او اقدر اخد الكوره زي ما خدها من ناحيه اليمين كده، لو اتفرجت وخدت 3 4 لعيبه معاها من ناحيه اليمين وبيدوس، دي مش من عوايد اللعيبه ناحيه اليمين، هو مش سبرينتر حسين شحات، هو بيشتغل بمخه اكتر من الحاله البدنيه يعني، ولكن دي حاجات كلها بتطمنك. يمكن انا قعدت انا وبلال اتكلمنا على جون يا بلال، اللي هو قلت لو ضربه الجزاء دي دخلت حقيقي احنا هنكسب ان شاء الله. ليه؟ لان التواجد بتاعك في الملعب واحساسك في استلام الكوره وفي كل هجمه، كنت انت بتقول وعادل بيقول واسامه بيقول، احنا ممكن نجيب جول، احنا في كل هجمه بنروح على اي فرقه يا جماعه، احنا في امكانياتنا وتحركاتنا نقدر نجيب جول، لان عندنا العناصر اللي هي يعني النهارده انا عندنا روح اللعيبه كلها. كريم فؤاد عامل حاله، الراجل الباك رايت بتاع ريال مدريد، مش مستحضر دلوقتي، كارباخال، شفت السيزون اللي هو عامله ازاي وبيعمل الشكل ازاي، وراح خد كاس اوروبا مع ريال مدريد وانشيلوتي، الراجل ده بيفكر يعني، كريم ده حاله من الحالات اللي هي هلعب يعني هعوض النقص، وانا العب في اي حته، العب هفرايت يحطني، العب زي كمان عمر كان العب واحد ربنا يشفيه يعني. يا رب. في لعيبه عندك جواكر بتنقذ الحكايه، بتنقذنا كمان معانا واحنا بنتفرج، في امل، في امل في اي كوره هو شايفها وهو في الملعب، غيرنا احنا واحنا بنتفرج كمان يعني. هو بيبقى عنده ضغوط وبيلعب على لعيبه برده، منهم ناس في منتخب مصر وناس يعني في معترك كبير جدا
بقيه اللعيبه اللي انت بتبقى زي عبد المنعم واكرم وامام عاشور و هنجيلهم دول خلي بالك. انا مش قصدي، لا التحليل الفني هنجيلهم، انا مش بحلل اللعيبه دي. ها انت بتبقى حاطط هم كبير قوي عليهم، ها يطلع لك قفشه اللي قاعد بره. ايوه فهمتني قصدي انا ايه؟ ينزل بروح سبرنتات وكامل ده، واخد قرار اتلايم عليها بس، ادوهاني بس، فاهم قصدي؟ ادوني فاول في الحته دي، ادوني ويروح باعتها. وزي ما قال بلال وعادل، احمد الشناوي بصراحه احنا لو لعبنا عليه من اول مباراه كان هيبقى لنا شان تاني في المباراه. فالف مبروك، واللي جاي كمان ان شاء الله.